يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من نذر أنه إذا خرج ولده من المستشفى أن يذبح ذبيحة. نعم. من نذر أنه إذا خرج ولده من المستشفى أن يذبح ذبيحة، فهل يجوز له أن يأكل منها ويجعلها وليمة يجتمع عليها الجيران، أم يجب أن يتصدق بها؟ حسب نيته، إن كان نواها للفقراء فيتصدق بها على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً، لأنها كلها أصبحت نذراً. أما إن كان نواها للجيران أو لأصدقائه فهذه تصبح من باب فعل المباح، يخير بين فعلها وبين كفارة يمين. نذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين، إذا كان نذرها لأهله ولجيرانه الأغنياء. أما إذا كان نواها للفقراء فهي تصبح نذراً يجب الوفاء به. نعم.